السلام عليكم. في سؤال بيقول: هل يجب على البيم مانجر او البيم كوردينيتور يكون ملم تكنيكال بكل الاقسام، مدني ومعماري وميكانيكا وخلافه؟ يبقى مفيش حد يبقى بيم مانجر ولا بيم كوردينيتور، مفيش حد بيبقى عارف كل الاقسام ديت. هو بيبقى عارف الكوردينيشن نفسها، يعني لما حاجات تخبط في بعض يحرك ايه وايه اللي يثبت وهكذا. انما ان هو يكون بيعرف يعمل كل حاجه، ده سوبر هيرو. يعني ممكن مثلا حد يخلص قسم معماري يدخل قسم مدني، يدخل قسم ميكانيكا، يدخل قسم كهرباء، يعني يقعد يدرس بقى ايه 24 سنة عشان يدرس الحاجات دي. لا، هو الموضوع ابسط من كده بكتير. هي الفكرة كلها ان هو بيبقى متخصص في قسم معين، وبعد كده بيبدأ يشوف من خلال الشغل كمهندس مثلا ميكانيكا او كده، بيبدأ يشوف لما بتحصل كليشات ايه اللي يتحرك، وبيفهم ايه مثلا الاولوية، انا اللي ثبته. بنعمل احنا زي مصفوفة كده، لو حاجتين خابطين في بعض انا اللي تثبت وانا اللي اتحرك. يعني لو السبرينكلر مثلا ابسط حاجه خابط في لايتنج، انا واحد فيهم اللي يتحرك. لو خابط في مثلا حاجه ساوند سهل، يعني هكذا بنبدا نشوف ايه الاولويات للتحريك. انما يكون عارف كل حاجه مستحيل، يعني حتى مدير المشروع ما بيبقاش عارف كل حاجه.